جوليت هتموت كده. سيبك، جايز تكون غيرانة على مامتها. مامة مين يا أختي؟ ده كهن نسوان. أمال لما يحصل بقى اللي التاني هيجرى لها إيه؟ طب دي كانت تروح فيها. هو إيه اللي في بالها بقى؟ ليه مش عايزة تقوليها توحى وتريحيني؟ هي إيه دي بس اللي أقولها يا أنطوان؟ كلمة موافقة. أنطوان، أنت بتتكلم جد؟ هو في هزار في الجواز يا توحى؟ طيب وجولييت؟ مالها جولييت دي؟ أنا انفصلت أنا وجولييت من زمان. مش جايز ترجعوا تاني لبعض؟ نرجع لبعض إزاي توحى؟ أنا بقيت مسلم. وخالتي؟ مالها خالتي كمان؟ جايز لها رأي تاني. توحى أنا مش عيل صغير، رأي تاني إزاي يعني؟ مش ممكن خالتي تقف في طريقي خصوصاً إنها عارفة إن سعادتي معاكي أنتِ. خلاص يبقى نسأل المدام. طب افرضي المدام رفضت وقالت لأ. يبقى عرفنا رأيها. طيب افرضي توحى المدام وافقت وقالت آه. يبقى أنا كمان طوال. دي بنت عجيبة قدرت تسد مكان بديعة طاقة غير عادية يا نجيب، بهرت الناس. أنا حتى كنت حاطط إيدي على قلبي وخايف، لكن فعلا لقيتها ملت مكان بديعة. البنت دي هايلة هايلة. إيمانك بالبنت دي بلا حدود يا سليمان بيه. لأن إمكانياتها كمان بلا حدود، ويا أخي عندها قبول عند ربنا. طب ما تزقها عليا في شغل. لا 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 لسه شويه، لما تستوي اكتر من كده. البنت كل يوم بتتعلم اكتر وبتكبر. وعلاقتها البديعه عامله ايه؟ بديعه ما بتحبش حد يقرب من نجوميتها. يعني بديعه زيها زي اي فنانه تانيه، بتغير على شغلها وتغير على فنها، لكن في حاله التحيه بالذات بتحبها زي ما تكون بتحب بنتها، نفس الاحساس اللي موجود عندي. خلاص خلاص محلوله، اتجوز انت بديعه وتبقى البنت اللي لها ام واب. إلا بالحق، بديعة عامل إيه دلوقتي؟ يا سليمان بيه عادي عايز أتجوز كاريوكا. مين؟ كاريوكا، أنا بحبها وعايز أتجوزها. افتكرتك عيلت وهترجع لجولييت. خلاص خالتي الموضوع ده ما ينفعش. ما أنت اللي خليته ما ينفعش. طب بليز بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني، اللي فات مات. أنت حر. يعني موافقة؟ هي توحى موافقة؟ هي قالت لي لو حضرتك موافقة تبقى هي موافقة. ها؟ بتحبها بجد ولا زي أي واحدة بقى تاكلها لحم وترميها عض؟ لا أنا بحبها بجد وحاسس إن أنا هستقر معاها. بقول لك إيه؟ توحى دي زي بنتي، زيها زي جولييت، البنت غلبانة ملهاش في اللوعة. ما عشان كده أنا عايز أتجوزها وأوعدك أحطها في عينيا وساعتها هتعيش معانا أنا وأنت طول العمر. ربنا يهدي. يعني موافقة؟ قول لي توحى مبروك. مين؟ أنطوان؟ آه أنطوان، العريس اسمه أنطوان. طب إزاي؟ ما تخافيش يا أمي، أنطوان ده مسلم. والله ما أنا عارفة أنت ملخبطة حالك كده ليه؟ نفسي يا تحية قلبي يرتاح من ناحيتك. خلاص هريحك يا أم تحية. هتجوز؟ ربنا يا بنتي يهدي سرك ويسعدك ويسترها معاكي دنيا وآخرة. شوف بقى يا بيه، بعد كل اللي انت عملته عشاني انا خدت عهد على نفسي ما اعملش اي حاجه من غير ما اخد رايك فيها. خير يا توحى؟ عايز اخد رايك في حاجه قبل ما اقول اه او لا. انطوان ابن اخت مدام بديع طلب ايدي للجواز. جواز؟ طيب انت رايك ايه؟ المهم رايك انت يا استاذ. لا يا تحية مش انا اللي هتجوز، انت اللي هتتجوزي يا حبيبتي. اهو انا بقول دل راجل يعني، وبعدين امي كمان هتبقى مرتاحه اكتر لما ابقى متجوزه. هو صحيح ان الجواز مهم قوي لاستقرار اي فنان،
بس انا يعني كل ما اخشى انه ما يكونش على مستوى تفكيرك، وده ممكن ياثر على مسيرتك الفنيه. الا كده مفيش حاجه في الدنيا هتمنعني عن اني احقق حلمي. اذا كان الموضوع كده يبقى على بركه الله. الف الف مبروك يا توحة. انا حطير من الفرح يا توحة. بس اللي اوله شرط اخر نور يا انطوان. عايزه تقولي حاجه؟ شغلي اهم حاجه عندي يا انطوان. طبعا شغلك ده اهم حاجه عندنا يا توحة. وامي قبل الشغل. ها ماما دي انا هحطها في عينيا. مش هسيب امي يا انطوان. لا تسيبي ماما ازاي؟ امك هتيجي تعيش عندنا يا توحة. لا انت هتيجي تعيش عندنا. عند امي هنبقى على راحتنا اكتر. طالما كده بقى يبقى نكتب الكتاب واجي انا اعيش عند امك علشان انا وتوحة نبقى على راحتنا. لما خالتك تخف وتجيبها وتيجي تطلبني من امي. اللي تشوفيه يا توحة اجيبها واجي اطلبك من امك. مبروك يا توحة. الله بتعمل ايه يا انطوان؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسمع بقى، مش قبل ما يتكتب كتابنا ويتقفل علينا باب واحد، قبل كده وديني وايماني، ما عنديش غير ايدي وربنا يكفيك شرها. يا رب يا رب ربنا يكفيني شرها. اوكي يا توحة انا عايزك تركزي وتربصي كويس قوي الليله دي عشان الليله دي في ناس هتيجي البند بتاع الشرط الجزائي. حاضر يا مدام. انا اصلي عارفاكي طيبه على نياتك وبتضربي على قفاكي، وفي ناس كتير قوي متوحشين وما عندهمش لا دم ولا ضمير. مدام هو حضرتك يعني هتتاخري في المغرب؟ والله ما انا عارفه يا توحي، يمكن شهر اتنين، ما اعرفش مين فينا هتوصل الاول مصر. عموما انا هكتب لك عنواني في المغرب، اول ما توصلي تبعتي لي على طول جواب ابعت لك انا على عنوانك الجديد. حاضر. أنا هكتب لك كل حاجة بتحصل يوم بيوم، مش هخبي عليكي حاجة خالص. هتوحشيني يا بنت يا توحة. وأنتي كمان هتوحشيني أوي أوي يا مدام. مسير الحياة تلاقي يا توحة. إيه يا سليمان بيه؟ زرعتها مانجا طلعت في الفيلم؟ سرعتها فن وعزيمة تطلع بره. بالراحة عليا شوية، أنا في أول الليل كده بيبقى فاهمة إيه حبتين. تسافر بيروت؟ هي مين دي اللي هتسافر؟ كاريوكا. ما تسافر، هي مش مسافرة وراجعة ولا تكونش مهاجرة؟ لا لا لا، دي سفرية شغل عادية. بس مش عارف ليه أنا متضايق المرة دي. أنا يا أخي نصحتها بالسفر. زعلان إنها مسافرة ولا زعلان إنك مش معاها؟ السؤال ده لو بنية كويسة هجاوب عليه. بنية كويسة طبعًا. أنا أكتر الناس في الدنيا اللي يعرف علاقتك بكاريوكي. إحساس يا أخي، إحساس الأب. الأب اللي خايف على بنته مش بس من السفر، لا خايف عليها من الهوى. نفسي أكون جنبها في كل نفس بتتنفسه. فاهم يا نجيب؟ بوصلك إحساسي؟ وصلني طبعا، وصلني. تمثالك اللي صنعته بإيديك، والتمثال ده بقى لحم ودم، روح وكيان بينجح كل يوم عن اليوم اللي قبله. عارف؟ أنا ببقى في قمة سعادتي لما بتنجح في خطوة من خطواتها. ببقى في قمة قلقي لما بتبتدي تاخد خطوة جديدة. الإحساس ده لو وصل لبنتي في السن ده هتبقى كارثة. لا ما تخافش. الإحساس ده وصلها. مستقبلته كويس أوي. أنا في حياتها المعلم علي النداني.